فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تعتريني بعض الشكوك في الصلاة، ولكن ولله الحمد أقاومها ولا أستجيب لها. سؤاله يقول: في الصلاة يأتيني أنني لم أسجد سوى سجدة واحدة، مع أنه يغلب على ظني أنني فعلت السجدتين. اترك هذا الوسواس، لا تلتفت إليه، وأكمل صلاتك، وليس عليك سجود سهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعتد هذا يسمى وسواس ما يسمى سهو؟ نعم.